والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، كلمة حق تقال في وزارة الزراعة عندما قامت باخذ عينات من الخضار والفواكه حسب المتاح لها، ونطالب بتعزيز الموارد المالية للمختبرات والبحوث، كما نلوم أنفسنا أيضا لأننا سلمنا مزارعنا للوافد يبعث لها ما يشاء، وإذا أراد ابن الوطن أن يستأجرها رفض البعض. وهذا ما حصل أيضا في آخر حديثك يا معاليك عندما قلت أن أبناء الوطن يريدوا يستأجروا القوارب ولكن نرفض ذلك. وهذا يحدث في جميع دول العالم، أن توجد هناك متبقيات وما شابه ذلك، وتوجد مثل هذه الخروقات. ولكن للأسف البعض منا نصب نفسه طبيبا وخبيرا ومغردا يغرد تغريدا رفقا بهذا الوطن، ولا يجب أن نعطي الموضوع أكثر من حقه وحجمه، وعلينا بعلاجه مع أهل الاختصاص بعيدا عن الضوضاء. والله الموفق. عذرا وشكرا سعادة رئيس إن حصل سوء فهم، ولكن أنا قائم من الساعة 4:30 ولحد الحين جالس، وهنا من الساعة 8، وللأسف أعضاء مجلسنا اللي جالسين الحين 42، وش أسوي؟ لا تلومني، مثل ما ذكر الحديث الحاضرين يذكر في الختام الموجودين، إذا كنتم تريدون صح. عذرا وعفوا معاليكم، ما هي التسهيلات التي تقدمها الوزارة لأهل عمان عندما يحبون أن يستثمروا في بلادهم؟ نرحب بالمستثمر الأجنبي ونذهب لبلاده ونطالبه بالاستثمار، وشفنا الويل منهم، ولنا عبرة في الاستثمار الكوري وجرافاتهم، وقد ساهموا في جرف وزير. معاليكم، وزارة الزراعة لا تمتلك إعطاء متر ولا تمتلك من الماء لتر، وزارة بعيدة عن أسواق الأعلاف والحشائش. ومن هذا المنطلق يجب تصحيح المسار، يجب أن تصحح الحكومة المسار في ذلك. يجب أن يكون الماء مع الزراعة، يجب أن تكون أراضي الانتفاع الزراعي بيد وزارة الزراعة. معاليكم، من أكبر الفشل أن نعلن عن 50 مزرعة وليس 50,000 من 4 سنوات، وإلى اليوم محلك سر. بسبب ماذا؟ بسبب التعقيدات والبيروقراطية الحكومية. اجتمعت وزارة الزراعة، واجتمعت موارد المياه، واجتمعت الإسكان، واجتمعوا في المجلس الأعلى للتخطيط، ولم يستطيعوا أن يحلوا هذه الإشكالية، لأنهم يريدوا أن يجتمعوا بالسلطان يمكن يحلها عليهم، لأن أصبحت بعض الأمور مثل العربانة، إذا تكلم فيها السلطان مشت، وإذا ما مشت تظل محلك سوء، لازم تجينا أوامر سامية. للأسف أستغرب، نتكلم عن الاستثمار ونحن معطلين بقوانين غريبة وعجيبة، تلقون يا معاليكم ببعض ما استطعتم، وأنتم ما استطعنا خلال هذه الفترة نحل 50 فدان. أما آن الأوان لتغيير المستشارين الاقتصاديين، لأنهم لم ينوعوا مصادر الدخل كما أمر مولانا، بل نوعوا مصادر دخلهم. ماذا قال مولانا حفظه الله وأمد في عمره والصحة والعافية؟ قال في سنة 75/26/11 أيها المواطنون، عمان العزيزة تزخر بالخير، وخيراتها ملكها لشعبها الأبي، وإذا كانت عائدات النفط هي المصدر الرئيسي، هذا سنة 75، لدخلنا في هذا الوقت الحاضر، فإننا ندرك إن لدينا مصادر أخرى وفيرة لا بد من استثمارها لندفع عجلة التنمية والتطوير بالسرعة التي توجوها لهذه البلاد ومن هذا المنطلق استحدثنا في العام الماضي وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن لتكون بخدمات الأبحاث الزراعية، يعني شيء دول الخليج بعدها على عرشانهم، هذا رجال قايلكم والمية، وأبحاث تربية المواشي. ونحن اليوم نتكلم كل حديثنا عن المناخ البوش والبقر، والسلطان آمرنا من سنوات أن نقوم بهذه المختبرات، ولكن لم يحدث أي شيء. ولنرفع مستوى المزارع العماني، لا احنا ما بغينا نرفع المستوى المزارع العماني، احنا سونا نستثمر في السودان، وقلنا ان البشير اعطانا 50,000
بيرد عليك ان شاء الله بيرد بيرد وبعدين ان شاء الله بتعقب. شكرا سعادة الاخ سلطان، حقيقه يعني الملاحظات اللي ذكرتها يعني صميميه وفي الجوهر، وانا فقط اقول يعني مما تفضل في نهايه الحديث من تطبيق رؤية صاحب الجلالة فيما يتعلق بالاستثمار. أنا أقول حتى لو فاتنا شوية من الوقت ومن الجهد ومن التخطيط، لسه أمامنا يعني فرص كبيرة وواعدة للاستثمار في هذه القطاعات. البركة والخير الحقيقة بيد أبنائنا وبيد أبناء هذا الوطن، ويمكن تلاحظوا يعني على الأقل على مستوى وزارة الزراعة والثروة السمكية والأجهزة التابعة لها معظم يعملهم عمانيين، يعني الوافدون هم أقلية رغم الحقيقة أثنيت على جهودهم، موجودين في قطاع الطب البيطري لأنه ما في الحقيقة أبناء الوطن المتخصصون في هذا المجال، فهم كلهم عمانيون ويعملون ويبذلون جهد، ونأمل يعني من خلال هذه النتائج التي تم تحقيقها والخطط والبرامج والاستراتيجيات تحقيق رؤى صاحب الجلالة، وبالتالي المضي قدما في تطوير هذه القطاعات. شكرا. خلصنا عليه؟ خلص نعم. تتكلم عن الأرقام وكلنا نقدس الأرقام، وإذا أحببنا أن نتكلم بالأرقام فالأرقام تقول في سنة 1980 كان إنتاج مساهمة الإنتاج 7%، في سنة 88 4%، في سنة 2008 1%، في سنة 2009 1.4%، في سنة 2010 1.3%، في سنة 2011 1.2%. يعني ما تشوفون أننا ننزل شوية تحت؟ معاليكم مزارع القط وما يحاكي لهم في الخفاء من مشكلتنا مع صاحب القرار يجلس في مكتبه ويصدر قراري منع تصدير القط، وفروا لهم وظائف وما هيصدروا، وكم واحد منهم أصابته الحوادث وأضحى شهيدا في طلب الرزق. كذلك المضايقات وعدم تطبيق القوانين مثل بعضها البعض، وفروا هيئة لاستقبال المنتجات المزارعين والمزارعين لأن يزرعوا القط، وادعموا المزارع العماني بالإرشاد لأنه الفلوس تقولوا ما شيء وما هيزرعوا. أيضا لا ننسى أن الحكومة مستفيدة تأخذ من كل العجب العجابها، الحكومة مستفيدة تأخذ من المزارع العماني من 5 ريال، ويجي راعي التويلة يخطف من الحدود وتأخذ عليه الحكومة ريالا حلالا زلالا، من العماني تأخذ 5 ومن الوافد تأخذ ريال. أليس هذا من العجب؟ معاليكم يجب أن يكون هناك إعادة نظر في الاقتطاع السكني في الأملاك. نقول نطبق القانون، أي قانون ليطبق؟ بعض المزارع أحد مزارعهم على 10 فدان وحولوها سكني تجاري ولا على أثلهم شان. معاليكم ذكرت لنا عن المشاريع الموقف التنفيذي لمشاريع الشركة العمانية القابضة. يا معاليك هذه بعدها قابضة، هذه من سنة 2012 عندهم 200 مليون، هذه قابضة رابضة ما استوى شيء فيها. يا معاليك معاليكم سبعنا فوتوشوب، سبعنا عرض باوربوينت، سبعنا زيارات، ولكن هل زرعوا راس بصل من 2012 لين اليوم؟ معاليكم السؤال الخطير، من هو الاستشاري لهذه الشركة؟ كيف تريدون ان احنا ننافس دول في الألبان؟ من هو الشريك؟ اتحفظ على الاسم لانه هذا الشريك ما يناسبكم. مفروض الشركة واعضاء مجلس ادارة الشركة يستقيلوا على اذا ظلوا متثبتين بالاستشاري لهذه. هل يكون الاستشاري منافسا يا معاليكم؟ النحل وما ادراك ما النحل؟ يا معاليكم السلطان وحد عمان وقال خيرها ملك لشعبها الأبي. ذبابة عسل، ذبابة عسل يا معاليكم تفرق بين ولاية ومحافظة. معاليكم سمكة تفرق بين ولاية ومحافظة. معاليكم صلب حطب تفرق بين ولاية ومحافظة. باكر يا معاليك أيضا المحافظة الثانية. أتقول إذا العقول من داخل الظفار ما يدخل المرة الولايات؟ هل هذا الشيء؟ هل نحن نجمع ولا نفرق؟ مثل هذه يجب أن يكون فيها قرار حازم صار منكم. معاليكم زرتم منطقة مسروق من 2011
وهي خصبة وفيها بحيرة زراعية وفيها مزرعة المليون نخلة ويسكوها ب 21 بئرة حاليا، وأيضا يشرب منها الأهالي ب 46 بئر، وتشمل عبري وينقل، وفي يوم من الأيام كان تسقى منها ولاية بهلة. معاليكم، أليس كان من الأقدار، وهذه رسالة ليست لك إنما لغيرك، أن يكون المليون نخلة في الجانب الغربي وليس في أسفل الحوض. وللأسف كان عندهم 16 بئر وطالبين موافقات على 5 آبار. هل هذا يعقل يا معاليكم؟ لماذا لا يقام محطة تنموي زراعي يشمل من حفيت إلى ميتن في ولاية المزيونة، وهناك المياه أرتوازية؟ عندما كنا في لجنة الأمن الغذائي قد زرناها، عندما ذكر الأخ طاهر الجنيبي عندك ملاحظات ان شاء الله، هذا الصياد ما الصياد نكتفي ساعتك. عندما ذكر عن الصياد شكرا يعني اي ليس بمعقول، وفيها توصيه من المجلس، توصيه من لجنه الامن الغذائي، انه كل صياد كبير في السن يعطى 2، وهذه التوصيه موجوده من الفتره السابعه. شكرا سعادتك على الملاحظات التي ذكرتها بالنسبة لأرقام المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاقتصاد الوطني. كم كان سعر النفط في سنة 1980؟ وكم كانت الأرقام المطلقة لمساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي؟ كان سعر النفط أقل من 10 دولار أعتقد في ذيك الفترة الزمنية، وكانت الأرقام الخاصة بالناتج المحلي ما موجودة عندي لسنة 1980، لكن بالإمكان نعطيك إياها. اسمح لي سعادتك، يعني ملاحظات هامة بالحقيقة، ما أعطيك حتى أعطيك الحق يعني أو يعني الرد. ارتفاع أسعار النفط هو الذي يعني يقوم بتغيير الأرقام النسبية للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأرقام المطلقة يعني المبالغ هي تتغير بشكل إيجابي وتزيد. وسبقا عرضنا هذا الشيء بالرسم البياني للسنوات الستة الماضية. أنا الحقيقة الملاحظة الخاصة بالرسوم التي تؤخذ على العماني والوافد، يعني يا ريت تعطيني تفاصيل أكثر حتى نستطيع أن يعني ننتبه لهذه الملاحظة سعادتك. موضوع مزارع القتالة مثل ما قلت الصباح، لدينا لائحة إن شاء الله قريبة لتقنين وتنظيم تصدير القت إلى خارج السلطنة. موضوع النحل سعادتك، موضوع النحل وانتقالها من منطقة إلى أخرى، يعني التنظيم جيد، لأنه أحيانا اليوم احنا نتكلم عن عدد كبير من النحالين، أعتقد وصل إلى 6000، وعدد خلايا النحل وصلت إلى 100,000. بعض المواقع في السلطنة لا تتحمل هذا العدد الكبير، لهذا هي قضية تنظيم بالأعداد التي يمكن للمربي أن يأخذها من مكان إلى آخر في المواسم المختلفة، وضمان أن هذه خلايا النحل ما مصابة وأن تكون عمانية، وبالتالي تحقق المنفعة لجميع أطراف العلاقة في هذا الموضوع. العلاقة الموضوع الخاص بالمياه وبالنسبة لمشروع المليون نخلة، حقيقة الموضوع تتعرف سعادتك ما مع هذه الوزارة وإنما مع جهات حكومية أخرى. وشكرا. يعني أنا حقيقة أود أني يعني أؤكد على ما تفضل به سعادة الأخ سلطان، وأؤكد كذلك على ما ذكره صاحب الجلالة، هو ينسجم مع ما ذكره صاحب الجلالة في سيح الراسيات عندما أكد على أنه يعني عدم السماح بالتلاعب بالتنمية والثروة الزراعية في البلاد. وفي حقيقة الأمر يعني جزء من الأسباب هو تسليم المزارع إلى الوافدين، هو الذي أدى إلى كثير من الجوانب السلبية التي تحدث فيها كثير من الأعضاء. فحقيقة هذا يعني جزء جدا مهم ويجب عدم المساس فيه. معالي الدكتور، في هناك يعني مطالبة من مجموعة من الأخوة وعلى رأسهم سعادة الأخ سعيد الساعدي، يعني يطالب في نظر في مدى إمكانية تشكيل لجنة من المجلس ووزارتكم لدراسة قضية العمالة الأجنبية وازديادها في قطاع السمكي. فهذا المطلب لكم معاليكم، فإذا كان في إمكانية. الآن أترك ناقل الصوت إلى الأمين العام، تفضل.
لقب الأمين العام يعني. يعني أصحاب السعادة، يمكن هي كلمة أخيرة بد أن نقول خلال يعني بعد هذين اليومين الطويلين معكم. أولا شاكر لكم بكل ما تفضلتم فيه من مقترحات وتوصيات ومداخلات وهموم وحرص، هذا الشيء متفقين فيه وكلنا نعمل لصالح عمان إن شاء الله ووفق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة. الوزارة الحقيقة منكم ولكم والحقيقة قريبة من عندكم، تحصل بعض الإشكالات بين فترة وثانية، يعني هذا الحرص لمتابعة ومعالجة مثل هذه القضايا أتمنى تكون أكثر قريبة من عندنا. وإذا عندكم أي ملاحظات، أي مداخلات، أي توصيات، أي استفسارات، سنكون أكثر من سعداء للجلوس معكم والتحدث معكم. اسمحوا لنا إذا كانت بعض يمكن التعبيرات ما كانت مناسبة، لكن احنا في نهاية المطاف أخوة ومحبين في خدمة عمان، وشكرا لكم.